الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للشركات الألمانية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تمتلك مشكلة كبيرة مع الكهرباء، ولكن والآن تم حلها وفي أسرع وقت بالتواصل مع شركة سيمنز الألمانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال منتدى الاستثمار المنعقد في العاصمة الألمانية برلين تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وبحضور عدد من الرؤساء الأفارقة. أشار الرئيس إلى أنه تم مضاعفة القدرة الكهربائية خلال 30 شهرا، وتم إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، وتم تنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية للكهرباء والغاز في مصر. اتهمت الحكومة السورية تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح شمال غرب البلاد. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تركيا لا ترغب فيما يبدو في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن المسلحين لا يزالون يوجدون بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، مؤكدا أن إدلب لا تزال تحت السيطرة، سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا والغرب، وهذا على حد تصريحاته. أعلن الجيش اليمني ضبط شحنة أسلحة تحتوي على صواريخ حرارية وعلى قذائف RPG كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في صنعاء. يأتي هذا في وقت تمكن فيه الجيش اليمني من فرض سيطرته على مرتفعات جديدة في جبهة الملاحيظ شمال غرب صعدة وقطع طريق الإمدادات إلى منطقة جبال ميران حيث معقل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الحرص على النظام الديمقراطي والدفاع عن هذا النظام وعلى صيانته من كل تجاوز على قيمة أو تعسف في ممارساته. أكد أيضا أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، أكد إيمانه بالديمقراطية فكرا ونهجا وبممارسة الديمقراطية والحرص التام على دعمها. من جانبه أكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الإقليمية تستوجب وحدة الصف. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلية إرهابية في تترستان الروسية تتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي. ذكر بيان للجهاز أن عدد المعتقلين بلغ 18 شخصا، مشيرا إلى أنهم كانوا يخططون لعمليات ضخمة وذات صدى على أراضي روسيا والانضمام إلى المسلحين في سوريا. هذا وقد ورد إلينا الآن النبأ العاجل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية في إطار زيارته إلى ألمانيا. للمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.